بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي وله الطاهرين وآله الطاهرين وصحبته أجمعين، ونهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نيابة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، نرحب بكم السادة الحضور، ونرحب بالدكتور ياسر النفيسة الحديث اليوم عن موضوعات أخلاقية. وقبل أن دكتور ياسر هو دكتور المحاسبة، أستاذ المحاسبة المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حاصل على الماجستير من جامعة شمال كولورادو بأمريكا، والدكتوراه من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وله عضويات في عدد كبير من اللجان، وهو مستشار في الهيئة وباحث مهتم بمجال الحوكمة. وكما يعلم الجميع أن الجانب الأخلاقي لمهنة المحاسبة هو الجانب الأهم، وكعادتها السنوية للهيئة أنها تستضيف لقاءات رمضانية لتعزيز الجانب الأخلاقي للمهنة. فالخوف على المهنة، دائما يكثر النقاش عن المهنة، هل ستستمر وهل ستقضي عليها التقنية؟ وأنا أعتقد أن الحقيقة الذي سيحافظ على المهنة ويقضي عليها هو الجانب الأخلاقي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالصبر، لعل هذا اللقاء هو من أنواع اللقاءات، التواصي بالصبر على الجانب الأخلاقي، الأخلاقيات المتعلقة بالمهنة، وتواصي المحاسبين بعضهم ببعض فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة. وقد قال الإمام الشافعي أنه لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده إلا سورة العصر لكفته. فلعل هذا اللقاء بإذن الله يعني جانب كبير لتحفيزنا في الجانب الأخلاقي والحفاظ على القيم الأخلاقية للمهنة، وتذكير بعضنا بعضا يعني في هذا الشهر الكريم بالتطبيقات الأخلاقية والجانب الأخلاقي للمهنة. وأترك، لا يعني ما بطيل عليكم، أترك الميكروفون للدكتور ياسر يعني حديثا عن هذا اللقاء الشيق. أنا الصراحة استفدت قبلكم ببعض النقاط، وتشوقت جدا صراحة للقاء في جوانب فلسفية حول هذه الأخلاقيات. تفضل يا دكتور، احفظكم. الله يعطيك العافية أستاذ خالد، لنا الشرف الحقيقة أن أكون معك في هذه الورشة. أولا أود أشكر الحقيقة الهيئة ممثلة بلجنة سلوك وأداب المهنة على حقيقة جهودهم في التوعية بقواعد أداب وسلوك المهنة، والتوعية بالجانب الأخلاقي في المحاسبة، مهنة المحاسبة المراجعة. وأشكرهم الحقيقة على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن جانب الحقيقة أعتبره من الجوانب المهمة والحساسة، مثل ما تفضل الأستاذ خالد، في مجال مهنة المحاسبة المراجعة، والذي يجب أن يكون دائما في الفورهيد، ويعني يعطى الأهمية المناسبة له. اليوم في هذا اللقاء الحقيقة بنحاول يعني نناقش بعض الأفكار الرئيسية في موضوع السلوك الأخلاقي في مهنة المحاسبة المراجعة، وبنتعرض على بعض المفاهيم والأفكار واللي هي مرتبطة أيضا بتطبيق قواعد وآداب سلوك المهنة الدولية التي سيبدأ إن شاء الله نفاذ تطبيقها في شهر 7 القادم بإذن الله عز وجل. بنتكلم عن الحكمية المهنية باعتبار أنها من الأمور يعني الأساسية في موضوع تطبيق الإطار المفاهيمي في قواعد وآداب سلوك المهنة الدولية. ناخذ نبدأ كده سريعة على الجذور المعرفية للأخلاق، وطبعا الفكرة من ذلك حتى نفهم ونعي كيفية تصرفاتنا كبشر، وكيف أن تصرفاتنا هذه تصبح بالنسبة لنا مبادئ، وعلى أساسها ننطلق، وعلى أساسها نرى الخير والشر ونرى الصح والخطأ. بنتكلم عن القرار الأخلاقي باعتبار أن السلوك الأخلاقي جانب منه قرار. نتكلم عن نزعة الشك المهني، ولأعتقد أنها من القيم النبيلة في مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي أكدت عليها المعايير بالإضافة إلى القواعد وأداب سلوك المهنة، بالإضافة إلى نتكلم عن بعض العوامل التي تؤثر بشكل أو بآخر، بشكل واعي أو غير واعي، في اتخاذ القرار الأخلاقي، وكيف أن العوامل هذه يمكن أن تكون مجالاً لتطوير مهارة صناعة القرار الأخلاقي أو مهارة ممارسة السلوك الأخلاقي لدى المحاسب. طبعاً في البداية يعني لما نتكلم عن القرار الأخلاقي لابد أن نعرف إيش الأخلاق. يعني ممكن نلخص فكرة الأخلاق في يعني أكثر من فكرة قدمت في أدبيات الفلسفة الأخلاقية. ممكن من بعض الأفكار التي قدمت في هذا الجانب، اللي هي فكرة أن الأخلاق صفة مستقرة في النفس. لما أقول صفة مستقرة في النفس، لما نقولها أنها صفة مستقرة في النفس، معنى ذلك أنها قد يولد الإنسان ذا خلق أو يولد وأخلاقه غير جيدة. فهذا يعني مجال يعني حقيقة فيها الكثير من النقاش، وقد لا يكون هو التصور الأمثل.
التصور الآخر لا، أن الأخلاق تأتي من مجموعة من الأسس، مجموعة من القواعد التي من خلالها يحكم الإنسان على تصرفاته بأنها صحيحة أو خاطئة، وعلى تصرفات من حوله بأنها صحيحة أو خاطئة. فنلاحظ أن المفهوم نفسه، مفهوم الأخلاق، ينطوي على فكرة الحكم، ينطوي على فكرة القرار. في النهاية أن تريد القيم الأخلاقية حتى ترى من خلالها الأمور التي أمامك، التصرفات التي أمامك. أنت مثلا كمحاسب، هل أنت والله تدخل في هذه العلاقة مع هذا العميل؟ يعني أيضا هل أنت تتجاوب مع العميل في أحد طلباته التي قد تكون طلبات غير أخلاقية؟ هنا أنت لابد أنك تقيم هذا الأمر من ناحية الحسن والقبح، من واقع المجموعة القواعد اللي هي موجودة اليوم الجهات التنظيمية حرصت على أنها توفرها. الـ ACCA Global حاول أن يعطي تعريف شوي مرتبط بمهنة المحاسبة، وذكر بأن الأخلاق فلسفة نستخدمها للنظر للسلوكيات الموجودة داخل المهنة للتفريق بين الصواب والخطأ. وذكر أيضا بأنها، يعني لاحظ العبارة، بأنها من الأخبار الصحفية نرى بعض الأشخاص الذين تترتب عليهم بعض العقوبات لأنهم مارسوا سلوكيات خاطئة. كأنهم هنا يريدون أن يقولون بأن السلوك الخاطئ يترتب عليه أثر سلبي على الشخص الممارس له، وبالتالي هذا ما يعرف السلوك الخاطئ. طبعا هذه فلسفة، نوع من المواقف التي من خلالها يمكن أن ننظر إلى الأخلاق أو إلى ما تصرفات والسلوكيات الأخلاقية. أنا حقيقة قبل ما أبدأ أو ندخل في شوي في بعض التفاصيل ما يتعلق بالقرار الأخلاقي، أعجبني حقيقة قول لأحد الكتاب في مجال الأخلاق في مجال مهنة المحاسب والمراجعة، فذكر أن لأن المحاسب والمراجع طيلة تعليمه وتدريبه دائما يكون في ذكر للمهنة وتبني السلوك المهني، وتبني السلوك المهني ينطوي على فكرة الالتزام بالمعايير المهنية الفنية الصادرة من الجهات التنظيمية، والتي في نفي ذاتها في غالب يعني في غالبها سواء نتكلم عن الدولية أو حتى المحلية على بقاع العالم تتطلب الالتزام بالقواعد الأخلاقية. فيقول هنا بالضرورة أصبح لديهم مساواة، أو أن أصبحت المهنية في المحاسبة تساوي الأخلاق. فلما نجي نتكلم عن الأخلاق سواء في دورة تدريبية، في لقاء تعريفي، في ورشة عمل، أيا كان المجال، ونحاول أن نستحضر الأخلاق ونناقشها، يكون أحيانا بالنسبة للمحاسبين لنا كمحاسبين أن الأمر بديهي، لأن المهنة تساوي الخلق. فأنا أكون مهني يساوي أني أنا أكون ذو أخلاق جيدة في مجال المهنة. فهذه البديهية جعلت يعني حجم التعامل مع بعض يعني وسائل التدريب والديسيجن ايدز اللي تقدم أنها تكون يعني غير مجدية أو غير مؤثرة أحيانا، لكن إن شاء الله اليوم نتمنى بإذن الله عز وجل أن هذا يبقى أثره ويكون نافعا بإذن الله عز وجل، نحتسب الأجر فيه بإذن الله عز وجل. فأصبحت الأخلاق بالنسبة للمحاسبين مواقع المهنة حالة إيمان أكثر ما يحتاج أنك أنت تبرر لي لماذا الأخلاق مهمة. أنا أعرف أن المهنة تساوي الأخلاق، وأنا تعلمت ذلك سواء من خلال الدراسة أو من خلال الممارسة. لما نجي نتكلم عن الحكمية المهنية، طبعا كل كلامنا اليوم عن القرار الأخلاقي، وبطبيعة الحال عرفنا أن الأخلاق تنطوي على مفهوم الحكم بالصواب أو الخطأ. وفي نفس المجال قواعد أداب سلوك المهنة حرصت جدا على أن تؤكد على فكرة ممارسة الحكم المهني عند تقدير القرار الأخلاقي، يعني بمعنى السلوك الأخلاقي المناسب عند ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة. فتقريبا في أكثر من 41 موضع من قواعد وأداب سلوك المهنة نص على ممارسة البروفيشنال جادجمنت أو ما يسمى بالحكم المهني. فهذا مثلا المتطلب أو الفقرة 120 من قواعد أداب سلوك المهنة الدولية نصت على أن تطبيق الإطار المفاهيمي الموجود داخل قواعد وأداب سلوك المهنة واللي نتكلم عنه بعد قليل يعتمد على ثلاثة أمور: أولها ممارسة الحكم المهني، وثانيها الانتباه إزاء المعطيات الجديدة، وهذا الانتباه إزاء المعطيات الجديدة والتغيرات هو أحد التعريفات التي تقدم في الأدبيات لنزعة الشك المهني. ونزعة الشك المهني في أصلها هي حكم مهني، ممارسة ذهنية. فكأننا نقول الآن اثنين من ثلاثة من الأسس اللي من خلالها يمكن تطبيق
الإطار المفاهيمي لقواعد وأداب سلوك المهنة في الواقع من أجل أن أتأكد من التزامي بالمبادئ الأساسية لقواعد وأداب سلوك المهنة هو يعتمد على الحكم المهني. فهنا واضح الارتباط بين الحكم المهني اللي ممكن تجده أيضا في معايير المراجعة، ممكن تجده أيضا في معايير المحاسبة، أن هناك ارتباط وبعد أخلاقي مرتسل فيه. لو جينا نشوف شلون عرفت القواعد وأداب سلوك المهنة الحكم المهني، القواعد وأداب سلوك المهنة حرفت الحكم المهني بأنه تطبيق التدريب ذي العلاقة والمعرفة المهنية والمهارات والخبرة إضافة للحقائق والظروف. لو اختصرنا في هذا الحديث كله بأنك تحاول أن تعمل كل العوامل التي هي أمامك بجانب الحالة التي تريد أن تتخذ قرار فيها قرار أخلاقي، لابد أن تعملها وتتخذ قرار من وحيها من السياق. فأنت عندك خبرة ومعرفة متراكمة، منها من التعليم، منها والله من حصولك على شهادة مهنية، منها من البراكتيكال نوليدج اللي أنت يوميا الممارسة المهنية وخبراتك مع عملاء مماثلين أو عملاء آخرين، أو من خبراتك داخل المؤسسة اللي أنت تعمل فيها كمحاسب أو مؤسسات أخرى. كل هذا موجود عندك في الميموري أو ما يسمونه باللونج ميموري. شئت أم أبيت سوف يكون له تأثيرا في حكمك، هذا واحد. الأمر الثاني الظرف اللي أنت تحاول تتخذ قرار بشأنه، يعني أنت الحالة اللي أنت تريد تتخذ قرار بشأنها، والله أنت تتكلم عن أتعاب، تتكلم عن علاقة عمل، تتكلم عن هدايا، تتكلم عن مصلحة شخصية، تتكلم عن مصلحة مالية، أيا كان الظرف سيكون هناك fact pattern، سيكون هناك حقائق متصلة فيه. الحقائق المتصلة فيه سواء كمعاملة نفسها المعاملة أو الطرف الآخر من العلاقة، لأن غالبا يتصل بموضوع القرار الأخلاقي هو علاقة بأطراف آخرين داخل المجتمع. يعني الطرف الآخر أيضا ظروفه حالته الحقائق المتصلة فيه ستكون عامل في اتخاذ القرار. فكل ذلك سيكون لاعب أو له دور داخل حكمك المهني الذي يجب أن تمارسه. لكن بالنسبة للمحاسب الحكم المهني بالنسبة له سيكون معتمدا على معرفته المهنية، يعني معرفتك بالمعايير، معرفتك بالقواعد وأداب سلوك المهنة، معرفتك بالفنية لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة طيلة الفترة الماضية، وأيضا الابريشيشن أو الوضع في الاعتبار للحالة التي أمامك، لأنك لا تستطيع أنك والله تعتمد على خبرتك بدون أن تنظر للفاكت باترن اللي أمامك، لابد أن تنظر لها. طبعا القواعد وأداب سلوك المهنة أيضا من أجل المساعدة في فكرة ممارسة الحكم المهني ذكرت بعض الأمور التي قد ينظر من خلالها المحاسب المهني وتساعد في قضية إصدار الحكم المهني أو تبني الحكم المهني صح التعبير. فمن الأمثلة على ذلك هذه بعض النقاط ممكن نمر على بعضها ونشوف الحالة الذهنية اللي نحاول أن نعززها لتبني حكم مهني مناسبا. مثلا ماذا إذا كان هناك سبب يدعو للقلق حيال احتمالية نقص المعلومة، وهذا فيه جانب نزعة الشك المهني، في ارتباط وثيق بين المورال جادجمنت بروفيشنال جادجمنت والبروفيشنال سكيبتيسيزم، في ارتباط وثيق بين كل هذه الأمور لأنها كلها أعمال ذهنية وكلها يعني المحاسب لما يمارس الحكم المهني خصوصا نتكلم بالنسبة للمراجع ستكون كل هذه الأمور الثلاثة ذات اعتبار. فلما تقدم المعلومة الآن الحال هذا خلونا نفسره بالطريقة هذه، الآن لما تقدم المعلومة من العميل الآن في افتراض سلبي بأن العميل قدم معلومة منقوصة أو أن العميل يعني ليس لديه المعرفة الكاملة وقدم المعلومة غير مكتملة. ففي هذه الحالة لابد أن يكون المراجع نفسه يعني لما يستقبل المعلومات هذه أن يكون لديه القدرة على التساؤل ذهنيا بأن هل هذه المعلومات مكتملة أو فيها نقص، لأن مثل ما يقولون الأصوليين الحكم على شيء فرع من تصوره، لن تستطيع أن تصل إلى حكم مهني سليم إن كانت إذا كان لديك حقائق أو معلومات غير مكتملة، لأن أي معلومة إضافية يمكن أن تغير من حكمك. ما إذا كانت هناك الأمر الثاني، ما إذا كان هناك تفاوت بين الحقائق المعلومة والظروف وتوقعات المحاسب. الآن يعني يختلف، يعني خلونا نركز على فكرة الآن توقعات المحاسب، نجي على فكرة الظروف. الآن لما يكون المحاسب خبرته محدودة والظروف والعمليات والمعاملات نقدر نقول والعمليات والمعاملات التي مر فيها يعني هي محدودة،
هنا قدرته على معرفة ما إذا كانت المعلومة والحقائق اللي أمامه مكتملة أو لا ستكون محدودة. ليه؟ لأن توقعاته عن نقدر نقول الفاكت باترن أو التسلسل الحقائق الكامل سيكون محدود، فبالتالي لن يستطيع أن يعرف وين النقطة اللي هي غائبة من هذه السلسلة. إذا كان لدى المحاسب الخبرة التخصصية والمهنية الكافية، وهذا أمر أيضا مهم جدا، يعني تكلمنا قبل شوي عن الخبرة، أيضا نجي نتكلم عن الفهم بالفهم الفني. يعني قد يكون لديك والله محاسب لديك خبرة 3 سنوات 4 سنوات، لكن من ناحية الكفاءة المهنية مثلا ما حصل على زمالة، ما عنده كورسز كثيرة، ما اطلع على عمليات كثيرة، يمكن مركز على عملية معينة من ضمن العمليات الموجودة في المجال المهنة، بالتالي لما يعرض عليه فاكت باتل متصل بجوانب أخرى ليس لديه معرفة بها، أو أن كفاءة المهنية قاصرة فيها، هنا لا يستطيع أيضا أن يصل إلى الحكم المهني الجيد. إذا كان هناك حاجة للاستشارة، وهذا أمر مهم جدا، وأعتقد حتى أن معايير إدارة الجودة الدولية بالإضافة إلى المتطلبات الجهات التنظيمية حين تعمل بالفحص على المكاتب والمؤسسات المهنية تحديدا، وأيضا لما نتكلم عن بيئة الرقابة الداخلية الجيدة داخل المؤسسات اللي يعمل فيها محاسب، لما نقول والله إدارة مالية في أحد المؤسسات قطاع عام ولا قطاع خاص ولا قطاع ثالث، المفروض أن يكون هناك بيئة رقابية جيدة. فالبيئة الرقابية هذه المفروض أنها تعزز يعني من مسألة سهولة التواصل والحصول على الدعم الكافي. يعني لما يكون المحاسب ليفت اوت، يعني محاسب موجود وعنده خبره محدوده ويتعامل مع معامله جديده عليه او لا يستطيع ان يتعامل معها، وبالتالي لديه طرف اخر يحاول ان يستغل هذه المعامله مثلا لتعظيم مصالحه او على حساب مصلحه المؤسسه، او يعطي معلومات مغلوطه وبالتالي حتى تطلع التقارير بشكل مضلل. فهنا المحاسب اذا ما كان يجد ان في اوبنس او انفتاح في الثقافة داخل هذا الثقافة المؤسسة التي يعمل فيها، قد يجد نفسه مضطرا تحت ضغط الواقع وضغط الظرف، وهذا أيضا جزء من التهديدات الترهيب، تحت ضغط الواقع أن إيش يبدأ يتخذ قرارا أو حكما مهنيا غير مكتمل وغير مناسب، لأن أساسا هو ليس لديه القدرة على إصدار الحكم أو تبني الحكم أو تشكيل الحكم. إذا كان لدى المحاسب تصور سابق أو تحيز، وهذا طبعا واضح جدا في قواعد وأداب سلوك المهنة، في نص واضح على الموضوعية وعدم التحيز، أن يكون الموقف الذهني غير متحيز، وفي يعني مواد تطبيقية في قواعد أداب سلوك المهنة كثيفة جدا للتحدث عن ظروف متعددة يمكن أن يكون فيها تهديد على الموضوعية، مثل أن يكون هناك علاقة شخصية أسرية أو صديق أو قريب، أو يكون هناك مصلحة مالية شريك مالي أو في عمل سابق داخل هذه المؤسسة إلى آخره. فأي ظرف يمكن أن ينتج أو يكون هناك تهديدات متعلقة بالألفة، الألفة هذه المؤسسة لطول العمل معها أصبح في ألفة مع المؤسسة، ألفة مع المعاملات اليومية يعالجها المحاسب أو يتعامل معها، فهنا يعني يصبح لديه نوع من التحيز أحيانا يحد من قدرته على التوصل للحكم المهني السليم الذي يجب أن يكون أو متوقع منه كمحاسب. ما إذا كان هناك استنتاجات أخرى معقولة قد تستنتج من المعطيات، فهذا أيضا له ارتباط بنزعة الشك المهني، وهو في وقت عرض، حتى لو كان التسلسل الحقائق مكتمل المعلومات مكتملة، نأتي إلى مرحلة الاستنتاج، يعني حتى تصل لحكم مهني معين، بمعنى أنك تقول والله هذه المعاملة المعالجة المحاسبية reasonable ولا unreasonable، يعني هل هي معقولة أو غير معقولة، حتى تصل إلى ذلك لابد أن تستنتج ذلك من الأدلة الموجودة عندك. طيب الاستنتاج هذا يرتبط بأنك أنت عندك قدرة على الريزنينج أو التحليل لما لديك، يعني هذه المعلومات الموجودة عندي هل ستعطيني استنتاجا واحدا؟ في الغالب ممكن في المعاملات المعقدة أن سيكون في استنتاجات متعددة. طيب كيف بترجح أحد الاستنتاجات؟ وهل الاستنتاج السلبي، هنا نركز على موضوع الاستنتاج السلبي، هل في alternative explanation، هل في تفسيرات أخرى يجب أن أكون واعيا بها أو أطلع عليها حتى أكون في النهاية أنا لدي علم بكل التفاصيل، وبالتالي خرجت بهذا الحكم بناء على استنتاج منتخب وهو الاستنتاج الأنسب. طبعا هنا يعني قواعد وأداب سلوك المهنة يمكن قدمت هذا الإطار المفاهيمي، وطبعا هذه المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها المحاسب المهني: سرية، سلوك مهني، استقلالية، موضوعية، نزاهة، الكفاءة المهنية والعناية المهنية. فهنا بالنسبة للإطار المفاهيمي فقط نحاول نستحضر أن الحكمية المهنية لاعب مهم جدا في القرار الأخلاقي، فأيضا حتى الإطار المفاهيمي اللي يقدم داخل قواعد وأداب سلوك المهنة من أجل والله تحديد التهديدات أو المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التزامي في المبادئ،
مثال ذلك لما يكون والله عندي طول علاقة مع العميل، يعني هل والله هذه العلاقة مع العميل تستوجب مني أني أضع بعض الإجراءات التي تضبط مسألة الموضوعية وتحد من تأثر الموضوعية ومن خطر الألفة؟ وبالتالي هذا يتطلب مني أولاً أن نحدد ما هي المخاطر اللي يمكن أن تنشأ من الظرف، بعد ذلك أقيم أثر هذه المخاطر، هل والله ستؤثر على التزامي بمبادئ الأساسية في قواعد وأداب سلوك المهنة أو لا، ثم بعد ذلك أبدأ أدرس هل في إجراءات متاحة. طبعاً قواعد وأداب سلوك المهنة قدمت مواد تطبيقية فيها أيضاً بعض الأفكار للإجراءات الوقائية اللي ممكن أن تتخذ، فإذا كان في إجراءات وقائية يمكن أن أتخذها وتتناسب مع قواعد وأداب سلوك المهنة وتحد من الخطر أو التهديد، فبالتالي يمكن أن أجريها، أو أنني أشوف ما هو الأنسب بالنسبة لهذا الظرف الذي أمامي. فنلاحظ هنا بشكل واضح جدا الإطار المفاهيمي فيه يعني نص واضح بممارسة الحكم المهني، وهي الأساس في عملية ممارسة الإطار المفاهيمي المتصل بإدارة المخاطر المتصلة بالأخلاق، وأيضا البقاء منتبها للظروف، وهذا فيه ربط لفكرة النزعة الشك المهني. نجي لموضوع الجذور المعرفية. يعني حقيقة الجذور المعرفية يعني هو حديث عن فلسفة الأخلاق وعن بعض المداخل الفلسفية للنظر للأخلاق، والحقيقة التعرض لها هو فقط من أجل أننا جانب من تبني السلوك الأخلاقي المناسب أن يكون لدى الإنسان وعي واعتقاد جيد. يعني لما يكون عندك الشخص نفسه، يعني هو نفسه في داخله المورال، يسمونها المورال كامبس داخله، بوصلة الأخلاق كوربتد ضائعة، هنا بيكون عنده صعوبة جدا في اتخاذ القرار الأخلاقي الجيد، لأنه هو أساسا عنده مشكلة. فهنا الجذور الأخلاقية تساعد في فهم وين المنطلق اللي من خلاله ينظر للمنطلق، وليس هناك إطار أخلاقي متميز، وإنما يعني من ناحية المداخل الفلسفية التي قدمت. لكن يعني بالنسبة لي نقدر نقول السلوك الأخلاقي المبني على نصوص وقيم ربانية بلا شك أنه هو الأكمل وهو الأشمل، وبنجي إن شاء الله على هذه الفكرة. فالمقصد هنا أننا لما نتكلم عن الجذور المعرفية الأخلاقية هو غرضنا فقط من أجل أننا نعي وندرك لماذا نحن نتصرف بهذا الشكل ولماذا نحن نعتقد بهذه الطريقة. أحد المداخل المعروفة في مجال الأخلاق اللي هو المدخل الفلسفي، ما يسمى بمدخل النفعي أو نظرية النفعية، هي تقوم على فكرة رئيسية. يعني الفيلسوف بنثم قام على فكرة رئيسية، قدم فكرة رئيسية في هذا الأمر، وهي أن الإنسان يقيم الشيء بأنه صائب أو خاطئ بناء على المنفعة، لأن الإنسان يحاول أن يعظم منافعه. طبعاً هذا المفهوم طبعاً ليس غريباً عن المحاسبين، وعنا كمحاسبين باعتبار سواء نتكلم عن المحاسبين الباحثين أو المتصلين بالحوكمة ويتحدثون عن الحوكمة أو المحاسبين عموماً، باعتبار أن يعني هذا الأمر نوقش كثيراً في أدبيات المحاسبة وفي معايير المحاسبة والإرشادات الفنية، دائماً يقدم هذا الأمر. فالفكرة هذه أن الإنسان يبحث عن تعظيم مصالحه هذه واضحة في هذه النظرية وهذا المدخل، وهنا بدأ يفسر الصواب والخطأ، فذكر أن الصواب والخطأ سيكون بناء على حجم السعادة التي سيحصل عليها الإنسان. فإذا كان حجم السعادة في مقابل حجم اللا سعادة أكبر من البديل، سيختار هذا البديل، وبالتالي نقدر نقول أنه هو استخدام لكوست and benefit analysis، وهي شيء ليس بغريب عن المحاسبين باعتبار أنها نحن كمحاسبين دائما نتحدث عن البروفيت أند لوس، ونتحدث عن الكوست أند بنفيت أنالوسيس في موضوع الكفاءة واستخدام كفاءة الإنفاق وما إلى ذلك. فهنا كيف ممكن هذه النفعية استخدمت؟ طبعا من أبرز الأمثلة عليها موضوع العقوبات، يعني العقوبات والجزاءات. يعني لما تعظم يعني من أحد التفسيرات، لما تعظم العقوبة أو الجزاء هنا تصنع موتيفيشن حافزية، وفي نفس الوقت أن تؤثر على معادلة الشخص هذا الذي لن يلتزم إلا من خلال النفعية. يعني هذا الشخص لما يرى يعني يقيم الحالة اللي أمامه، هل والله أنا يعني أخرج قوائم مالية مضللة أو لا، سيقيم بناء على ما هي المنافع اللي ستأتي لي. إذا كانت والله منافع مثلا سيحصل على بونصز أو مكافآت أو سيخدم زملاء أو سيقابل توقعات مدراءه، هذا جانب من المنافع التي هو سيحصل عليها، جانب السعادة. وطبعا هو لابد يعمل إيش، ما هي السعادة وما هي التضحيات في مقابلها. فالتضحيات
مقابلة وفق النظام، والآن أصبحت قواعد وآداب السلوك المهنة متطلبة نظاماً، فالانتهاك لها انتهاك لنظام المهنة، فهنا سيترتب عليه جزاءات. فهناك بعض البعض يتبنى داخل أدبيات المحاسب يقول كل ما عظمت أنت العقوبة ستجعل من في معادلة اللي موجودة، لأن التضحيات عالية جداً، وبالتالي حجم السعادة بالنسبة لهذا البديل اللي هو بديل تضليل القوائم المالية سيكون أقل، وبالتالي لن يتجه إليه. وطبعا هذه تقدم الأخلاق بشكل مادي جدا ونفعي، وبالتالي تصبح القيم متقلبة. يعني أنا لن أكذب أو لن أضلل طالما أن المنفعة تطلب ذلك، لكن إذا المنفعة تطلب خلاف ذلك فأنا ممكن أكذب، ممكن أضلل، ممكن أمارس سلوك غير جيد. وبالتالي هذا الإطار أو هذا المبدأ أو النظرية أو المدخل يعني قدم هذه الفكرة، وهي فكرة موجودة حتى الآن، يعني لازلنا نجد الجزاءات والعقوبات، لكنها ليست الفكرة الكاملة، يعني ليست الفكرة المناسبة صح التعبير، لأن هذا فيه نوع من نقدر نقول التهوين من الأخلاق ومن القيم والمبادئ، وجعلها في قالب غير مناسب. المدخل الثاني هو مدخل نظرية الأخلاق الواجبة، أو أحيانا نقدر نسميها الطبقية. هنا الفيلسوف كانت حاول في هذا المدخل أن يقول لا، إن هناك مبادئ يمكن أن يتعارف عليها الناس، بمعنى تصبح مبدأ على مستوى مجموعة وتكون واجبة أيا كان الأمر، يعني أيا كانت الحالة، يعني لا تقيم الحالة، خلاص أنا مطلوب مني أن أكون صادق سأكون صادق، يعني مطلوب مني مثلا أن أكون أمين سأكون أمين في كل الحالات بغض النظر عن الظروف. طبعا وهنا في تغييب لدور الإنسان، دور عقل الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان لا يتخذ قرار إلا بعد عملية تحليل عقلي، يعني أي قرار أو تصرف يمارس الإنسان يأتي بعد عملية تحليل عقلي، وبالتالي هنا فيه تجاهل كبير جدا للتحليل العقلي باعتبار فقط طالما أن هذا الفعل يسقط وفق هذه المجموعة، وبالتالي هنا أنا أستطيع أن أقول لا خلاص هذا هو المبدأ ثابت ولن يتغير. والأيضا الإشكالية الأخرى في هذا المبدأ أن لا تستطيع أن تحصل، يعني الظروف معقدة، يعني لما نجي نتكلم عن الأخلاق لا نتكلم عن الأخلاق في الحالة الطبيعية والحالة السهلة، لا نتكلم عن الأخلاق في الحالات التي يكون فيها الاختيار السلوك الأخلاقي مشكل، ما يسمى بالإثيكال ديليما أو ما يسمى بالمعضلة الأخلاقية، أنك أنت ممكن إذا اخترت خيار معين ممكن أنك تعمل يعني كومبرومايزنج لمبدأ آخر، فهنا في مشكلة، فهنا لابد أن توازن حتى تخرج بالسلوك اللي ممكن يكون مناسب وسلوك جيد. فبالتالي يعني هنا لما تقع أمام ظرف يصعب جدا المقارنة فيه بمبادئ اللي أنت بتحصرها وبتضعها تصنيف معين، فهنا ستكون هناك إشكالية يعني في ممارسة الخلق، بمعنى كثير من الظروف لا تقع ضمن التصنيف الواضح، وبالتالي هنا سيكون هناك ممارسات يظن بأنها ممارسات أخلاقية لأنها لم تقع داخل تلك القائمة أو داخل ذلك التصنيف أو الكاتيجوري، وبالتالي هنا ما نكون أيضا أعطينا الإنسان حقا من خلال ممارسة عقله وتقييم الظروف اللي أمامه وتحليل وممارسة التحليل العقلي، وأيضا في نفس الوقت بيكون غير براكتيكال. فهنا يعني أحد الاستشهادات الجميلة كانت في أحد المحاسبين في أحد الدراسات الأخلاقية، ذكر عبارة جميلة أن هناك العديد من الأنظمة واللوائح، وبالتالي أي شيء خارجها يعد مسموحا. وهذا هذه نقطة مهمة، أنك لما أنت تجي تقول أو تحاول أن تقول بأن أوكي خلونا نضع مبادئ، ومبادئ تشمل كل شيء، وهذه المبادئ مبادئ ثابتة لن تتغير، لا مجال للتقييم العقلي، لا مجال للتقييم العقلي، فبالتالي هنا أنت تؤكد على قضية الالتزام كالتزام، وإن كان يعني في حدود ما تتعرض لديه أو ما تتعرض له القائمة التي لديه. فالإشكالية وين؟ إن الإنسان بطبعه نرجع نقول الإنسان أكرم الله عز وجل بالعقل، فلما يقف أمام ظرف لا يقع ضمن الإطار اللي أنت وضعته، هنا يعتقد بأن الظرف قد يكون ظرف سيء، يعني اختيار سيء أخلاقيا، لكن لأنك لم تضع أنت هنا ممكن أن يعتبر سلوكه أيا كان سلوكا أخلاقيا لأنه لم ينص عليه في تلك القائمة. المدخل اللي بعد ذلك هو مدخل الأخلاقي، وهو الذي حاول أن يعمل التبرير العقلي ولا يحد التبرير العقلي بموضوع النفعية. هنا أرسطو أراد أن يقول بأن الإنسان لديه قيم يتبناها من خلال ممارسته للحياة وتعرضه للظروف واكتسابه للخبرات، يصل إلى مرحلة تسمى بالبراكتيكال ويزدم،
البراكتيكال ويزدم تصبح كأنها بوصلة أخلاق بالنسبة له، وبالتالي يستطيع يعرف ويبرر ويحلل عقليا ما هو الخلق المناسب أو السلوك المناسب. نتكلم مثلا في المحاسبة، أن الشخص لما يكتسب الخبرات داخل المحاسبة ويتعرض لكثير من المعارف ويصل إلى هذه المرحلة، يستطيع بعدها ذلك بعد ذلك أن ينطلق من عوائد داخلية اللي هي المبادئ والقيم التي هو يتبناها ويعتقدها، بالإضافة إلى نظرته إلى الظروف الخارجية، ويبدأ يعمل عقله ويوازن ويخرج بما ما هي القيمة المناسبة في الظرف المناسب في الظرف اللي أمامه. لكن المشكلة في هذا الأمر أن لأننا نقول والله في عوائد داخلية للقيم الداخلية وفي عوائد خارجية، المقصود بالعوائد الخارجية هي نظرة الناس، نظرة المجتمع، السمعة، العوائد اللي أنا سأحصل عليها من العلاقة مع الأطراف اللي أنا موجود معهم داخل هذه البيئة. فهنا ممكن أن يصل إلى الواقع أو البراكتس يقول بأن الغلبة ستكون لي مثلا السمعة، للشهرة، للعائد المادي، وبالتالي على حساب القيم اللي أنت تقدمها في مدخل القيمة أو القيم الأخلاقية ستكون على حساب القيم الأخلاقية الموجودة داخلك. لأن ليس كل ما تعتقد بأنه خطأ لن تمارسه، وليس كل ما تعتقد بأنه صح ستمارسه، لأن هناك ظروف أحياناً تكون عائق وتحد من انتقال الحكم إلى كونه قرار لسلوك. وهذا بنجي عليه إن شاء الله في أحد الأفكار اللي حاولت أن تفسر السلوك الأخلاقي. ففي طبيعة الحال هذا أحد المداخل، وهذا يمكن يعني أعطى شوي نوع من القيمة للسلوك الأخلاقي، باعتبار أنه ليس فقط نفعيا وليس فقط يعني تطبيق جامد لمبادئ قد لا يكون الإنسان يتبناها ولا يعتقدها، لكنها في نفس الوقت أنه يتطلب خبرة، يتطلب الحصول على الوزدم والحكمة. أحيانا ممكن أن المجتمع نفسه يتبنى أفكار معينة، وبالتالي أنت يجب أنك يعني تتبنى هذه الأفكار باعتبار الخبرة، لأنك أن داخل هذا المجتمع مع الممارسة اليومية والعادة يصبح لديك أن هذا هو الصح وهذا هو الخطأ، وبالتالي تصبح لديك قيمة بشأن هذا الأمر، وبالتالي يعني سيكون محدد عامل محدد موضوع الثقافة. ونرجع نؤكد على نقطة مهمة جدا، أن هذه المداخل كلها تقدم أفكار جيدة لتفسير الأخلاق، لكنها ليس منها أحدا يقدم إطارا متكاملا حتى نقول هو المدخل الأمثل. طبعا جت محاولات بعد ذلك ان الان لما يكون عندنا مداخل متعدده اخلاق في فلسفه الاخلاق، هنا بيكون في مشكله ان الانسان بيبدا يتبنى مواقف متعدده حتى انه يمارس سلوكيات ويبررها اخلاقيا. نرجع المشكله بالنسبه للانسان، وليست مشكله ولكنها هذا هو الواقع، الانسان كائن ذكي وبالتالي قادر على التحليل والتبرير و الوصول إلى مسبب يمكن من خلاله أن يرى هذا الشيء صحيح أو يرى هذا الشيء خاطئ. فهنا يعني ممكن أن الإنسان يحاول أن يستخدم النفعية في ظرف معين، ثم ينتقل من النفعية إلى في ظرف آخر ويستخدم الأسلوب الآخر اللي هو الكاتيجوريكال، وبعد ذلك ممكن يستخدم القيم الأخلاقية، وبالتالي في ظل هذا التنقل يحاول أن يستفيد ويعظم مصالحه بقدر ما يستطيع على حساب ممارسة السلوك الصائب أو الخاطئ. فإذا كان في محاولات تحاول أن تجمع بين هذه المداخل، فمن ضمن هذه المحاولات أحد الباحثين قدم فكرة بأن ممكن نطرح بعض الأسئلة، ومن خلال هذه الأسئلة الإنسان يستطيع أن يستهدي إلى أن ما هو الصواب بشأن هذه الحالة. من ضمن الأسئلة ممكن تطرح: هل يؤثر الفعل على تحسين المنفعة؟ هنا نجي الفكرة النفعية، هل في منافع متصلة بهذا الموضوع؟ مثلا أنا لما أقدم خدمات غير تأكيدية لعميل المراجعة، طبيعة الحال بيكون في مقابلها أتعاب، وعادة ممكن تكون أتعابها أعلى من أتعاب المراجعة، فهنا في منافع مالية. هل يؤثر على احترام الحقوق التي يهتم بها الأفراد؟ هل هذا سيؤثر على حقوق الناس المتصلين بالمؤسسة، على حقوق الملاك، على حقوق الدائنين؟ لابد تسأل هذا السؤال حتى تعرف الأثار المترتبة. هل يتسق مع تقاليد العدالة؟ يعني العدالة أنك لا تنظر فقط إلى مصلحتك، لابد أن تكون مصلحتك إزاء وصالح الناس، فلابد أن تضع اعتبارا للعدالة. هل الفعل يظهر من دافع للعناية؟ طبعا أحد المداخل اللي ما تعرضنا لها مدخل يعني يركز على قضية العين. فالمنهج هذا حاول أن يجمع كل تلك الأفكار ويضعها في قالب أسماه: المنفعة، الحقوق، العدالة، العناية. ونجد أن هذا القالب يعني توسع كأنه تطبيق لكل المفاهيم اللي أو مداخل السابقة، حتى أن الواحد ممكن أن يقول والله هذا القرار صائب أو هذا القرار غير صائب.
وبطبيعة الحال يعني قواعد وآداب سلوك المهنة لو نظرت لها الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين وأيضا الجهات التنظيمية على مستوى العالم تحاول تنظم مهنة المحاسب المراجع مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تسعى حقيقة على أنها تتبنى أكثر من دور أو أكثر من آلية أو وسيلة يمكن من خلالها أن يوجه الممارس إلى تبني السلوك المهني، باعتبار أن المهن تتأثر بما يفعله المنتمين لها. فلذلك نجد أحد القيم الموجودة والمبادئ الموجودة في قواعد أداب سلوك المهنة السلوك المهني، وهو مرتبط بالسمعة. يعني السمعة يعني سمعة المحاسب حين تتأثر قد تطال سمعة المهنة نفسها، وعندنا أمثلة كثيرة جدا اللي مرت في خصوصا بالنسبة على مستوى العالم، مرت أمثلة دعت الناس إلى أنها تبدأ تعمل questioning وتطرح أسئلة على مدى جدوى مثلا وجود مهنة المراجعة أو ما الذي يعمله مثلا المحاسبين إذا كانت القوائم المالية لا يمكن يعتمد عليها. فهذه يعني مثال على حجم الضرر اللي ممكن أن يحدث من خلال السلوكيات الغير أخلاقية. طبعا نجي للمنهج الأكمل والأشمل. طبعا في جانب من الأخلاق هي طبعا الثقافة عامل حاسم في معرفة ما هو الصواب والخطأ لدى الإنسان. الإنسان بطبعه يعني كائن اجتماعي، وهو يعني في النهاية يظهر في مجتمع ويتربى في عائلة ثم يحتك بالمجتمع ثم يكتسب هذه الخبرات والمعارف ومن خلالها يبدأ يعرف ما هو الصح وما هو الخطأ. يعني الهيئة مشكورة ولجنة أداب سلوك المهنة الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا في قضية المواءمة بين قواعد أداب سلوك المهنة الدولية في مع البيئة المحلية، وكان من ضمنها اللي بيطلع على وثيقة الاعتماد حقيقة في تقديم جميل جدا في بداية وثيقة الاعتماد عن موضوع الثقافة الإسلامية وكيف أنها تنطلق مفروضا أن تنطلق منها الموضوع ينطلق منها موضوع الالتزام بقواعد وآداب سلوك المهنة. فالحقيقة الإسلام ينقل مفهوم القيم الأخلاقية من موضوع الالتزام موضوع التحليل العقلي والاعتماد على البشر إلى موضوع أهم من ذلك، وهو أنك لما أنت تبدأ تعمل التحليل العقلي والتبرير لا تنظر فقط إلى أن هذا الفعل جيد لأن المجتمع يقول جيد أو لأنه ضمن تصنيف ينص على أنه جيد، لا، لأن هذا الأمر هل يتسق مع ما أمرك الله عز وجل به، مع السنة وما أرشدتك إليه، وهذه نصوص ليست يعني من تعاليم البشر وإنما هي نصوص ربانية وبالتالي هي الأصلح لك كإنسان. وبالتالي لما تأتي لموضوع الصدق ستجد أن المصداقية والأمانة والنزاهة العديد من النصوص داخل الشريعة الإسلامية التي تؤكد عليها قضية العدالة والإنصاف حتى الموضوعية، حتى لما تتكلم عن السرية، لما تتكلم أيضا عن السمعة، يعني لما هل الإنسان يضع في نفسه في مواطن الشبهة أو لا، فهذه كلها السيرة النبوية القرآن الكريم حقيقة موجود العديد من النصوص التي يمكن أن يستند إليها الإنسان ويلتزم فيها بالجانب الأخلاقي. أبعد من ذلك أن الالتزام ليس التزاما بقانون، هو أبعد من الالتزام بقانون، بمعنى أحيانا بعض المحاسبين، يعني أنا كان لي نقاش بعض المحاسبين خارج البلد فيقولك والله أنا إذا يعني أن تعمل وفق آلية وهي you make money و don't get caught، يعني أنت حاول أن تعظم من مصالحك المالية ولكن في نفس الوقت حاول أن ما أحد يقدر يمسك عليك ممسك من ناحية الانتهاك للقواعد وأداب سلوك المهني. فهنا مشكلة إن نرجع للفكرة اللي قبل شوي في موضوع الطبقية. إذا كنت أنا في ظرف، الظرف هذا غير واضح وغير مفهوم مدى ارتباطه بمبدأ أخلاقي معين، هل والله هنا أنا فقط أوكي لأن لم يغطيه المبدأ الأخلاقي أنا سأحاول أن أعظم مصلحتي at whatever cost؟ لا، المفروض أن هنا أبدأ أتحرى، أنا كمسلم أتحرى ما أدين الله عز وجل به. يعني أنا عندي التزام للمهنة، عندي التزام للمؤسسة، عندي التزام لأصحاب المصالح والمصلحة العامة، أن أكون أمينا، أن أكون صادقا نزيها، أن لا تتأثر أحكامي، وأن تكون أحكاما نابعة مما هو أمامي من ظروف من حقائق. وبالتالي هنا المفهوم أبعد من مفهوم فقط الالتزام كقانون كمتطلب نظامي. طيب المبادئ الأساسية والإطار المفاهيم يمكن تعرضنا عليه قبل شوي تكلمنا عنه، لكن هنا نجي لفكرة التهديدات. يعني التبرير العقلي تكلمنا عنه قبل شوي، أنت لما تأتي يعني القواعد وآداب سلوك المهنة أعطتك آلية
وحددت لك يعني نوع أنواع المخاطر اللي ممكن تظهر وتنشأ من ظرف معين وتؤثر على قرارك. فأما أن يكون عندك والله شيء متعلق بالمصلحة الشخصية، أنت أسأل نفسك هل والله هذه العملية أو هذا القرار أو هذا الحكم حتى وإن كان مهنيا، هل هذا له هناك ينتج عنه مصلحة شخصية لك أو مصلحة مالية؟ كان عندك نزعة كبيرة جدا كمثلا مراجع لتأييد العميل أو لتأييد الشريك، أو أنت كمحاسب موجود داخل مؤسسة عندك نزعة لتأييد مديرك. لأن أحياناً أنا نقع في افتراضات، وهي مثال أحد أمثلة الافتراضات أن المدير، لأن المدير أكثر مني خبرة، ومثلاً ممكن المدير يكون حاصل على زمالات متعددة وحاصل على شهادات أكاديمية متعددة وعنده خبرة طويلة، وبالتالي هنا افتراض يأتي مباشرة بأن لا يمكن أن يقترف سلوكاً أو يدخل في سلوك غير جيد، وبالتالي ما يتتلقاه منه لا تمرره على عقلك وتحاول أن تحلله، وإنما تتقبله بشكل مباشر، وهذا في نوع من التأييد. موضوع الألفة، طول العلاقة بالشيء، أحياناً طول العلاقة بالشيء، الحساب المعين، الشركة المعينة، القطاع المعين، المعاملات المعينة، أيضاً طول العلاقة مع العميل، هذا ينتج عنه موضوع الألفة، واللي لابد يكون فيه المحاسب وحتى المراجع يكون فيه سيلف اويرنس بهذا الموضوع، ويبدأ يحاول أن يبني سلوكيات تعارض موضوع الألفة، بخلاف موضوع طول العلاقة اللي نظم وفيه تنظيم واضح في قضية المدة الزمنية اللي ممكن أن يبقى فيها العميل مع المراجع وما إلى ذلك. موضوع التهديدات المتعلقة بالترهيب، وهذا يعني مثلا أبرز مثال عليه موضوع الديبندنسي، اللي هو لما تكون أنت عندك عميل والعميل هذا قاعد، يعني أنت مكتب محاسب مؤسسة مهنية وقاعد يضخ لك أموال جيدة كدخل للمكتب، وبالتالي يبدأ عندك قضية خسارة العميل تعتبر مؤثرة بالنسبة لك، فستحاول أن تحافظ عليه، وهنا يبدأ موضوع الترهيب أنه ممكن هو يؤثر عليك بضغط المصلحة المالية الموجودة من العلاقة معه، والأمثلة كثيرة على ذلك. يعني مثال ذلك بالنسبة للمؤسسات اللي تعمل فيها كمحاسب، ممكن أنك أنت يعني تتبنى بعض السلوكيات لأن تعتقد بأنها خاطئة، ولكن لأن البيئة تقول ذلك، وأنا أريد أن أبقى في هذه الوظيفة، أريد أن أبقى لدي أهداف شخصية، وبالتالي الضغوطات الموجودة داخل هذه المؤسسة يمكن أن تؤثر في قرارك وتغير منه. نجي لموضوع القرار الأخلاقي. طبعاً نتكلم عن السلوك الأخلاقي، سهل جداً أن تكون صادق لما يكون عندك ما يكون عندك ظروف متشابكة أو معضلة، سهل جدا أن تكون نزيه. يعني أحد العبارات الجميلة اللي سمعتها لأحد الإخوان الأدباء، أن أحيانا ضعف كثافة الأمر تجعل ممارسة السلوك الأخلاقي سهلة. يعني مثال ذلك أن والله أحد يعني تأتي إكرامية مثلا ب نقدر نقول 500 ريال مثلا، وهذه الإكرامية كهدية لأجل تأثير في حكمه المهني أو يغير في قائمة مالية، هنا ضعف المبلغ قد يكون داعم، لأن الشخص يقول والله أنا لا أوكي سأقف هنا وبتبنى الموقف السلوكي المناسب، وأقول لا أنا مزيه وأنا موضوع لا أتقبل هذا. لكن لو ماذا لو أن الانتنسيتي هنا رفعناها، بدل ما هي 500 صارت مليون ولا صارت 500,000، هنا يبدأ المعضلة الأخلاقية، ويبدأ الإنسان يحاول أن يبرر ويدخل في مرحلة التبرير الأخلاقي اللي قد تكون أحيانا مشكلة. الأدبيات في المحاسبة حاولت أن تفرق بين قضية الحكم واتخاذ القرار. باختصار الحكم بمعنى أن عندك معتقد معين، فبناء على هذا المعتقد تنظر للأمر أن هذا صح أو خطأ ذاتيا داخل مخك. الآن نتكلم أن لما نتكلم دائما عن القرارات لابد نعرف أنها عملية ذهنية، فهي باكستيج يعني خلف الكواليس، ممكن ما نشوفها إلا لما تكون سلوك. فأنت ممكن في مخيلتك تعرف أن هذا خطأ وهذا صح، مثلا تعرف أن خطأ أنك تقدم خدمات استشارية وإدارية للعميل اللي أنت تعمل عليه مراجعة، تعرف هذا الشيء، لكن تحاول هذا معتقد عندك لأنه خطأ معتقد راسخ. لكن نبدأ بموضوع اتخاذ القرار، عندك بدائل أنك تقدم أو ما تقدم الخدمة، أو تجد طريقة أخرى يمكن أن تكون يعني أصعب في اكتشافها من ناحية انتهاك السلوك الأخلاقي، أنها اكتشاف هل أنت انتهكت السلوك الأخلاقي أو لا. فهنا أنت أمام بدائل، ستنتخب أحد البدائل، بمعنى ستختار بناء على تفضيلاتك، والتفضيلات هنا بتكون إما أنها تفضيلات نابعة منك بمعنى أهدافك الشخصية، مصلحتك الشخصية، مصلحتك المالية، أو أحيانا تكون من البيئة المحيطة فيك. يعني بمعنى ما هي الأهداف التي يبحث عنها مدرائي
كيف سأرضي مدرائي، كيف سيكون شكل مدرائي جيد، شكل زملائي في الفريق جيد. فهذه قد تكون جانب من التفضيلات التي قد تؤثر على أيضا الاختيار الموجود، وبالتالي هنا فرقوا بين الحكم وبين القرار. طبعا بالنسبة للمحاسبة دائما التأكيد قواعد وآداب سلوك منها أيضا أكدت على هذه القضية، قضية حماية المصلحة العامة دائما لابد أن تكون هذه مقدمة على كل الاعتبارات، لأن قضية تضارب المصالح، إن عندك والله مصالح متعلقة بك كشخص، مصالح متعلقة بالفريق، مصالح متعلقة بالمؤسسة اللي أنت تعمل فيها، فأنت لابد يكون عندك دائما تقديم لمصلحة العامة، باعتبار خصوصا يعني لما تكلم عن مهنة المحاسبة مراجعة فيها اعتبار كبير جدا لموضوع البابليك انترست، فلابد من وضعها يعني دائما في المقدمة كقيمة، وبالتالي لما أنت ضعها في المقدمة كقيمة وتحكم بالأشياء وبدائل عليها، هنا بيكون عندك قدرة في اختيار البديل الأكثر مناسبة. فهنا مثلا في أحد الدراسات التي قدمت من قبل في يعني كان في شريكة هي كانت تعمل شريك في مكتب آرثر أندرسون في ذلك الوقت، تعتقد أنها قضية يعني شهيرة وليست يعني غير معلومة، أعتقد الجميع يعرف عنها. فهي كانت موجودة داخله وكانت هي مسؤولة عن الإثكس، وطبعاً لما تكون مسؤولة عن الإثكس معناها إنها تقدم استشارات في موضوع الالتزام الأخلاقي، فهم يعني تم استقطابها من أجل تقديم استشارات للغير أيضاً في موضوع الأخلاق بالإضافة إلى داخل المكتب. فهي تحدثت عن البيئة الموجودة ولماذا إن في النهاية وصل، بنتكلم إن شاء الله في سلايد عن بعض الأمثلة حتى نعطي شواهد على موضوع التطبيق العملي للقرار الأخلاقي وتأثير العوامل الموجودة. فهنا يعني لو كان المراجعين الموجودين أو المهنيين الموجودين داخل المكتب في ذلك الوقت كان القرار يعتمد على المعتقد والتفضيلات الموجودة داخل المكتب من ناحية البيئة على أساس دائما تقديم المصلحة العامة، يمكن كثير من الخيارات ما كانت موجودة. فبناخذ بعض الأمثلة تدلل على أن التفضيلات الموجودة داخل المكتب كانت تفضيلات لا تؤيد القرار الأخلاقي، كانت تفضيلات لا تؤيد البديل الأخلاقي، كانت تفضيلات تؤيد البديل التجاري. يعني هنا تكلمنا طبعا عن الحكمية، تكلمنا عن القرار الأخلاقي المورال جادجمنت، جانب من ذلك تكلمنا أو عرجنا على مفهوم النزعة الشكل المهني، وأعتقد أن يعني هذا يعني هذا المفهوم قدم في المعايير وفسر وشرح، وأيضا في قواعد وآداب السلوك المهني وضع من ضمن الإطار المفاهيم في قضية البقاء منتبها لأي حقائق أو ظروف يمكن أن تغير من الحكم أو السلوك الأخلاقي. الإشكالية وين أحياناً؟ الإشكالية في قضية التبرير، قدرة الإنسان على التبرير أحياناً تقود إلى خيارات غير مناسبة. يعني الجمود اللي قدمته النظرية الكاتيجوريكال قد يكون مناسباً في أن يمنع الإنسان من أن يعني يتأثر بتفضيلاته وبالتالي يختار خيارات غير جيدة، لكن الجمود هذا في إشكاليات تكلمنا عنها سابقاً. أيضا إعمال التبرير العقلي والاعتماد عليه أيضا في مشكلات متصلة فيه، لذلك المعايير والمهنة نفسها أكدت على موضوع نزعة الشكل المهني، وأعتقد أن من القيم الجميلة في مهنة المحاسبة المراجعة التي تظهر بوضوح يعني اهتمام المهنة بالسلوك الأخلاقي. الفكرة في هذا الموضوع أن طبعا المعايير والقواعد تفسر على أن يكون لدى الإنسان عقلية متسائلة، وهذه العقلية المتسائلة تقود إلى استحضار المخاطر المتصلة بوجود انحرافات جوهرية، وهذه الانحرافات الجوهرية إما أن تكون نتيجة لخطأ أو أن تكون نتيجة لاحتيال. هذه التعريف ممكن تكون مقدمة، لكن لما تقرأ في الأدبيات هذا المفهوم مشكل في قضية التطبيق، ولا زال في إشكالية على مستوى العالم في أن قاعدين نشوف يعني أحكام مهنية غير مناسبة يرتبط فيها بعد أخلاقي غير مناسب، سلوك أخلاقي غير مناسب، ويفسر ذلك بأن هناك عدم ممارسة جيدة للسلوك لنزعة الشكل المهني، لأن نزعة الشكل المهني تقودك إلى طرح الأسئلة، وطرح الأسئلة معناه أنك لابد أنك تجمع أكبر قدر من المعلومات، ودائما في تأكيد خصوصا بالنسبة للمراجعين تتأكد هذه الصفة بشكل واضح، أن يكون لديك كل المعلومات مكتملة، وإذا كانت المعلومات مكتملة إذا الفاكت باترن مكتمل، إذا هو مكتمل أستطيع أن يتخذ القرار. فباختصار نزعة الشك قدمت يعني فسرت بأكثر من تفسير، هنا يعني نعطي نظرة سريعة جدا على هذا المفهوم. يعني لو أخذناها لغويا هي عبارة عن الرغبة في الشك، يعني هي عبارة عن صفة شخصية يرغب فيها الإنسان في الشك، في السؤال، في طرح السؤال. لكن الآن لما قدمت في المعايير أصبح هناك مشكلة، هل أنا والله أبدأ أكون سينيكال، أبدأ أكون مشككاً للعميل
في كل مرة، يعني أعتقد دائماً بعدم مصداقية العميل، هذه مشكلة. فهنا بدأ السؤال، هل والله أنا أتبنى موقف يسمونه presumptive doubt اللي هو الموقف السلبي، أو أتبنى الموقف المحايد؟ الموقف المحايد يقول لا، أنك أنت لابد تستحضر فقط وجود المخاطر، أن المعلومة المقدمة لك قد تكون غير مكتملة، إما لجهل أو لمقصد، دون أن تفترض أي أمور. البرزنتف داب السلبي لا، يقولك أنت لا تفترض شيء معين، ولكنك استحضر وتأكد بأن وجود انحرافات جوهرية يعني أمر غير محتمل. ففيه محاولة لأن يكون هناك سوء ظن، حتى أنك تستطيع أن تطرح الأسئلة ولا تتأثر بأي تحيزات ممكن تكون موجودة داخل الظروف، لأن علاقة المراجع لا زالت علاقة مشكلة مع العميل. يعني المراجع في النهاية يأتي لإضافة المصداقية، وفي نفس الوقت هو يتلقى الأتعاب من العميل، فهذه العلاقة الغريبة شوي نوعا ما. وأنت مطالب الآن العميل بالنسبة للمراجع هو من يقدم له الأتعاب، في نفس الوقت قاعد تقول للعميل لا تتعاون مع المراجع، بمعنى عفوا تقول للمراجع لا تتعاون مع العميل، بمعنى لا تبحث عن رضا العميل، لأن رضا العميل يعتبر مشكلة. فهنا في نوع من الغرابة، لذلك الكثير من الأدبيات قاعدة تقول أن البريزمتف دابت هو الأفضل. فما ودنا ندخل في هذا في الأمر الفلسفي هذا، ولكن الوعي بهذا الأمر يمكن يعزز من ممارستي لنزعة الشك المهني، أني أنا أعرف أني مفروض أن يكون عندي موقف سلبي لا أجزم فيه ولا أفترض فيه افتراضات واضحة، ولكني أستحضر أني لابد أن أغلق احتمالية وجود الانحرافات الجوهرية، وهذا سيقودني دائما إلى جمع الأدلة بالشكل الكافي وبالجودة الكافية. طبعا لما نجي نتكلم عن المورال جادجمنت ونتكلم عن البروفيشنال جادجمنت ونتكلم عن القرار الاخلاقي، كلها عمليه ذهنيه. ففي في في احد المحاولات من قبل الباحثين لتفسير هذه العمليه الذهنيه ذكر بان الان نتكلم ان عن سكيبتيسيزم مثلا، نزعه الشك الذهني، لكن ليس امرا واحدا، هو امرين. يقول لك ان الانسان ممكن في مخيلته عنده اسئله، والاسئله هذه ممكن تثير معلومات يعني قد تقود إلى تغيير رأيه، لكن ممكن يختار أن لا يطرحها. فيقول أنت لما تجي تفحص على هذا الإنسان وتقول هل أنت مارست نزعة الشك المهني أو لا، ستقرأ التوثيق وتطلع على الموجود من المستندات الموثقة. فهنا تبدأ تقول من أوراق العمل أنه والله هل هو مارس أو لا، من واقع ماذا؟ الشيء الملموس. لذلك بدأ يقول أن البروفيشنال جادجمنت اللي هي جزء منها سكيبتيكال جادجمنت هي عبارة عن جزئين، جزء ملموس نحن نشاهده وهو السلوك، وجزء غير ملموس وهو الذهني وهو الجودجمنت وهو القرار. وبالتالي هذا عامل مهم جدا، اني انا كيف احفز، انا كيف احفز الشخص على ان يظهر ما لديه في مخيلته في شكل سلوكيات. لان اذا كان البيئه الموجوده لدى، طبعا في شيء مرتبط بالبيئه وفي شيء مرتبط بصفه الانسان، يعني اذا كانت البيئه الموجوده لا تدعم انه يطرح مثل الاسئله اللي ممكن يكون فيها زعل للعميل، هنا لا تتوقع من المحاسب الموجود عندك في الفريق انه يتبنى تحدي ويبدأ يتحدى العميل، لا، لأنه لا يرغب في أن يكون لديه خلاف معك. فبالتالي حتى لو كان عنده الأسئلة لن يطرحها ولم يمارس النزعة المناسبة. هذا طبعا نتكلم يعني بحسب ما وجد في الدراسات. الأمر الثاني موضوع الصفات الشخصية، وهذا مرتبط بالقرار الأخلاقي ومرتبط أيضا بنزعة الشك المهني، وهما أمران متصلان في بعض. الصفات الشخصية مهمة جدا، وقواعد وآداب سلوك المهنة نصت عليها، أن الإنسان لابد يكون عنده الشجاعة الكافية، لأن الأمر يتطلب أحياناً لتبني سلوك أخلاقي أن يكون لديك الشجاعة الكافية لتبني هذا السلوك. لأنك لما تكون في بيئة غير يعني متبنية للسلوك الأخلاقي نقول بالشكل المناسب، وتأتي أمام ظرف، هل والله أنت أمام قرار، هل أنت تقف أمام هذه البيئة أو أنك تتبنى ما هو موجود داخل البيئة؟ فهذا يحتاج منك self confidence، يحتاج أن يكون عندك قدرة على أو شجاعة وصفة شخصية متصلة بالشجاعة حتى أنك تعطي هذا الأمر. من الصفات الأخرى اللي هي قضية العقل المتساءل، لابد أن يكون عندك critical thinking، لابد يكون عندك التحليل الناقد، أن تتعود بأنك لا تأخذ الأمور at face value، ما تأخذ الأمور بشكلها الظاهر، وإنما لابد أن تسبر أغوارها وتصل إلى قائها. تأخير الحكم مهم جدا، يعني إذا كنت من الناس الذين يصدر حكما بشكل مباشر لا يحلل ولا يتأخر من أجل أن يعمل تقييم للبدائل الموجودة، هنا عادة يكون عندك قصور في ممارسة نزعة الشك وبالتالي ممارسة القرار الأخلاقي المناسب. إذا كان يعني مثال ذلك، إذا كنت والله بتجمع أدلة مراجعة والأدلة مطلوب منك في المعايير أن يكون عندك الأدلة الكافية،
ولات الجودة. إذا كنت من الناس المتسرعين ومتعجلين في اتخاذ الحكم والقرار الحكم المهني، هنا يعني في النهاية لن تطرح الأسئلة الكافية لتجمع أدلة إضافية باعتبار أن عندك التايم برشر ومن هذا القبيل، وهنا يكون عندك سلوك غير جيد لأنك لم تبذل العناية المهنية اللازمة. البحث عن المعلومة وهي تختلف عن question mind. question mind القدرة على طرح الأسئلة، البحث عن المعلومة أن يكون عندك curiosity، أنك أوكي إذا طرحت السؤال أن تريد أن تصل إلى إجابة معينة وتبحث عن المعلومة. الحرية أو الحكم الذاتي، يعني لابد أن يكون عندك منطلقات ذاتية للبحث، يعني ليس الأمر فقط أني أمارس، أنا أريد أن أمارس نزعة الشكل المهني أو أن الناس تتوقع مني كمراجع أني أطرح أسئلة، لا، لابد أن يكون عندك دافعية، دافع ذاتي لمحاولة ممارسة الشكوكية من أجل الوصول إلى المعلومة المناسبة التي من خلالها تستنتج الحكم المناسب. الموضوع الانتربيرسونال تراست اللي هو التصديق، ولأننا نتكلم عن علاقة، سواء نتكلم علاقة المحاسب داخل المؤسسة مع الإدارات الأخرى ومع إدارة المؤسسة أو المراجع مع العميل، هذه علاقات. فإذا أنت يعني عندك مشكلة في قضية يعني التحدي في موضوع العلاقة، أنك دائما تفترض بأن هناك ثقة بينك وبين الطرف الآخر، أن الطرف الآخر لا يمكن أن يكذب، وبالتالي دائما عندك ليفل المصداقية عالي جدا، وبالتالي هذا يؤثر دائما في قضية نزعة الشك، لأن هذا الأمر يجعلك لا تطرح كثير من الأسئلة، أنك تفترض افتراضات وتقودك هذه الافتراضات إلى اختيار البدائل اللي قد لا تكون هي البدائل المناسبة. إضافة إلى الصفات الشخصية، ما بنقطع عليك ما شاء الله، يعني الحديث ذو شجون، لكن الوقت ترى يداهمنا. طيب أنا بالذات الاستقرارات جميلة صراحة، مستمتع فيها، لكن أنا ما بحرم الحضور منها، لكن بنفس الوقت نحاول. طيب 10 دقائق إن شاء الله ونخلص من الموضوع بإذن الله. الصفات الأخرى هي صفات الحالة اللي أمامك، البيئة اللي أنت فيها، العميل اللي أنت تتعامل معه أو الإدارة اللي أنت تتعامل معها، وأيضا اللي هو الفاكت باترن، الحالة اللي أنت تتعامل مع الحساب، يعني لما أنت تتعامل مع معالجات محاسبية متصلة بالأوراق المالية أو متصلة نقدر نقول مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات، الأمور المعقدة هذه بطبيعة الحالة يعني هذه الأمور المعقدة لابد يكون فيها التعامل مختلف، في قضية والله التوقف عن اتخاذ القرار المتعجل، في قضية طرح الأسئلة بالشكل الكافي، البحث عن الأدلة الكافية، لأن طبيعة الشيء يتطلب هذا الأمر. طبعا نجي لموضوع بعض الأطر اللي ممكن نستخدمها ونستفيد منها في قضية تطوير السلوك المهني. هنا يقول لك الإيثيكال ديسبوزيشنال سيتويشنال فاكتورز اكسبيرينس، دائما لابد نفرق بين هذه الأمور الثلاثة. إن عندي صفات شخصية وهي لاعب مهم جدا في قراري الأخلاقي، وعندي الظروف المحيطة بالحالة التي أريد أن أتخذ فيها قرار، هذه أيضا لابد أن أكون واعي لها. يعني لما أنا أجي أتخذ القرار لا أتكئ فقط على قدرتي المهنية، أنا أوكي عندي قدرة مهنية ممتازة، عندي كفاءة، عندي معرفة، عندي تعليم كافي، هذا جانب، لكن جانب من الأمر الظروف المحيطة، ما هو وضع الظروف المحيطة والحقائق الموجودة، هل هي معقدة كفاية، هل هي واضحة، هل أحتاج فيها استشارة، هل أحتاج فيها إلى أن أعمل تقييما لكل البدائل الموجودة، هل عندي المعلومات الكافية. فهذا يعني هذا أمر مهم جدا. قضية الخبرة مهم جدا، الخبرة عامل أو سلاح ذو حدين. إذا كانت خبرتك إيجابية، يعني أبرز مثال مثلا الطفل، لما تضع أمام الطفل لأول مرة كأس ساخن سيجربه، لكن المرة الثانية لن يجربه. بنفس الطريقة الخبرة سلاح ذو حدين، إذا أنت اعتدت مع عميل أو مع إدارة على أنك تعمل سلوك غير أخلاقي ولم يكتشف هذا السلوك ولم تحاسب عليه، بطبيعة الحال عندك المورال كامبس الآن كوربتد. لكن لما يكون عندك خبرة، لا، في بيئة رقابية جيدة، في حوكمة تؤيد القرار الأخلاقي المناسب والسلوك الأخلاقي المناسب، هنا نتوقع أنك لما تواجه ظروف بتتورع عن الدخول في السلوكيات الغير جيدة أو تحاول أن تختار أفضل البدائل من الناحية السلوكية. طبعا هنا بأخذ يعني فقط بعض المشاهد إذا أذنك أستاذ خالد، يعني هذه اللي تكلمت عنه قبل شوي، قضية الشريك اللي كان موجود في أرثر أندرسون، باربرا توفلر، لها كتاب تكلمت فيه عن الجريد، الطمع في مهنة المحاسبة والمراجعة، وتكلمت عن البيئة اللي كانت موجودة وكيف أنها كانت تفضل أموراً خلاف السلوك الأخلاقي. فمن ضمن الأمثلة أنها كانت تذكر أن
ان الشركه لما دخلت في مشاكل مثلا في مشاكل، هي طبعا في اكثر من شركه كانت داخله معها وكان فيها مشاكل وفضائح محاسبيه، وحدث في الاخير سقوط الشركه، فهي امبراطوريه، فهي تقول الامبراطوريه هذه كانت بدات سليمه لكنها مع الظروف الموجوده تغيرت، البيئه اللي كانت موجوده لما حدثت المشكله ما تعاملت معها، فقط ارسلوا بعض الورنينج ميموز للموظفين ومشوا على ان الامور ممكن تكون امور مناسبه وتستمر الحياه سليمه. من ضمن الامثله اللي ضربتها ايضا اللي هو قضيه ان احد المراجعين اللي كانوا موجودين في فريق المراجعه، احد الشركاء مع إيرون، القضيه الشهيره، كان لديه بعض الـ نقدر نقول عمليه التحدي او الاختلاف مع العميل بشان بعض المعالجات المحاسبيه، فهذا ما كان مناسب بالنسبه لاداره إيرون ذاك الوقت، وبالتالي بلغوا المكتب عن هذا الامر بان والله هذا الشريك ما يناسبنا فريق المراجعه. اللي حدث ان القرار المناسب للسلوك الاخلاقي المناسب انك تشوف وين المشكله، رضا العميل ما هو اولويه بالنسبه لي في المراجعه. فهنا اللي صار لا، انهم اتجهوا الى ارضاء العميل وبالتالي استبدلوا هذا الشخص بشخص اخر يكون اكثر ملائمه لرضا العميل، فهنا يدلك على التفضيلات. الان هذا المراجع يعني تغير مكانه، في المستقبل يعرف الان تماما ما هي تفضيلات الاداره اللي هو قاعد يشتغل معها. يعني يمكن عرجنا على موضوع الثقافه كثير، انك انت لما تدخل داخل مؤسسه وتعمل كمحاسب لابد تكون اوير بالثقافه الموجوده لانها تاثر عليك، ولما تكون اوير بمعنى انك لا تندمج مع هذه الثقافه وانما تحاول ان تظهر السلوك المهني المتوقع من المحاسب. الصفات الشخصيه تكلمنا عنها قبل شوي، لما يكون عندي شخص عنده صفات شخصيه مثلا عنده قوه، شجاعه في قول رايه حتى وان كان رايه يخالف المجموعه، ويخالف المجموعه فيما يتصل بالامور الاخلاقيه طبعا، فيما يتصل بالسلوك المناسب وليس فقط بالمخالفه، انه يكون والله شخص متاني دقيق ميتيكولس، يحاول ان يصل الى المعلومه، يحاول ان يحصل على اكثر ادله الكافيه. هذا دائما بيكون يعني عند الصفات المناسبه لانه يقدم السلوك الاخلاقي المناسب. والخبره، الخبره انك دائما حاول ان طبعا لما نتكلم الان عن صفات الشخصيه البيئه الخبره، هذه هي الوسائل اللي من خلالها يمكن ان تطور السلوك الاخلاقي. يعني اذا انت في البيئه كونت بيئه تضع التفضيلات الاخلاقيه اولا، هذا سيعزز. اذا كنت بالنسبه للصفات الشخصيه انك تعرف ما هي الصفات الشخصيه للموظفين الموجودين عندك، وبالتالي ممكن تدربهم، ممكن يعني تقدم لهم بعض الكورسات لتطوير بعض المهارات عندهم، مثل المهارات المتصله بالكوميونيكيشن سكيلز، المهارات المتصله بمعرفه السلوكيات الاخلاقيه الخاطئه وكيفيه التعامل معها، فهذا كله سيكون مناسبا لتطوير المهارات الشخصيه عندهم والصفات الشخصيه. الخبره طبعا انك لابد ان يعني تكون واعي للخبره اللي هي موجوده عندك، يعني لا تتكئ دائما على فكره انه اوكي هذا تعاملت معه سابقا وبالتالي انا افترض الان لن يكون في مشكله، هذه العمليات طيله الفتره الماضيه انا اتعامل معها، هذا العميل طيله الفتره الماضيه اتعامل معه وكان جيد، هنا في مشكله. لابد ان تكون واعي لخطر الالفه اللي ممكن يكون موجود من الخبره، مع اهميه الخبره في العمل المحاسبي. يعني بلا شك ان الخبره والمعرفه اللاعب الحاسم، كلنا نتكلم عن المحاسبه والمراجعه هي تقوم على موضوع المعرفه والخبره في النهايه. يعني الاثار المترتبه للسلوك لابد ان يكون هناك اثار مترتبه، حتى ونحن نتكلم عن هنا بعض الأمثلة، إذا الإنسان استحضر الآثار المترتبة يتوقف. ننهي بهذا الأمر، وهو هذا الفريمورك يعطينا برضو آلية لتطوير المهارات السلوكية عندنا. ففينا دائما يقول لك لما نبدأ بالمورال انتنسيتي دايمنشن، بمعنى أنك أنت لما تقف أمام ظرف، الظرف هذا له حجم أخلاقي معين، بمعنى هل هو مشكل أخلاقي وما هو مقدار المشكلة الأخلاقية الموجودة فيه، هل هي صغيرة أو كبيرة. ثم بعد ذلك نبدأ في القرار الأخلاقي. القرار الأخلاقي سيكون أول شيء، هل عندك القدرة على أنك تعرف أن في مشكلة أخلاقية هنا؟ إذن هنا ممكن أن أطور هذا الأمر عند المحاسبين والمراجعين عندي من خلال تعليمهم وإكسابهم المعرفة المناسبة فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية. إذا كان عنده المعرفة المناسبة يستطيع أن يدرك أن هنا مشكلة أخلاقية أو لا، وبالتالي يستطيع أن يقيم ما هو الحجم الانتسيتي الموجود. بعد ذلك ندخل في مرحلة العملية الذهنية، اللي هو أنه يعمل الحكم المهني. هنا متصل بالقيم الذاتية، أن يكون عنده قيم ذاتية مناسبة، والقيم الذاتية المناسبة للأخلاق أنه يكون والله منطلق من مبادئ واضحة أنا أتبناها عندي في المؤسسة وهي موجودة اليوم على مستوى المهنة، أن يكون عارف لها، متبني لها، معتقدا لها من خلال كثافة التدريب، كثافة الإطلاع، المحاسبة على أساسها، هذا سيجعل أكثر اعتقادا لهذه المبادئ.
ثم بعد ذلك إنه إيش ينفذ هذه السلوكيات ويعني يدخل في السلوك المناسب، بمعنى ينتخب القرار المناسب، هذا المقصود بالإنتنت اللي هو ينتخب القرار المناسب أخلاقيا، ثم بعد ذلك يمارسه كسلوك. وهذا يعني ممكن العامل المهم فيه الحافزية، والحافزية تصنع من خلال البيئة الموجودة. لابد البيئة توضح للشخص اللي هو المحاسب أن التفضيلات دائما للسلوك الأخلاقي لحماية المصلحة العامة قبل كل شيء. أعتذر حقيقة عن إطالة وخروج عن الوقت المحدد بعشر دقائق أو أكثر بقليل. أتمنى بإذن الله عز وجل نكون قدمنا مادة مفيدة ولها الأثر الجيد. الله يعطيكم العافية جميعا على حسن الاستماع. الله يبيك، نشكرك يا دكتور. لعله قرار الإطالة كان مع المنفعة، يعني معتمد على أساس المنفعة للحضور بإذن الله. نشكرك يا دكتور على هذا اللقاء الثري، ونشكر السادة الحضور. عندنا مجموعة من الأسئلة، إذا تسمح لي يا دكتور نمر على بعضها، نأخذ ربع ساعة كذا للأسئلة. في السؤال، يعني أنا أبدأ بهذا السؤال. الأستاذ إبراهيم القرني يقول: لقاء ثري يا دكتور ياسر، مليء بالمعارف والمعلومات، الله يعطيك العافية. يقول: أنا في بداية تأسيس مكتب محاسبة، والتوجيهاتكم فيما يتعلق بالسلوك المهني، كيف المحاسب القانوني يقوي نفسه من جانب السلوك الأخلاقي في ممارسة أعمال المراجعة. وأنا أضيف عليه نقطة أخرى، وأنت كنت تتكلم الإشكالية اللي تحدث برضو عن رضا العميل. الآن لما نفتح مكتب حديث خاصة، ولا حتى لو أنا مكتب سابق، دائما حتى أحافظ على عملائي، يعني عندنا إشكالية الآن كيف أحصل على العملاء، كيف أحافظ عليهم في ظل أنه لو أنا تمسكت ببعض ظاهر النصوص، بعض الأمور قد يترتب عليها يعني نفور من العملاء، أو يترتب عليها شيء من هذا القبيل. هو طبعا أنا أذكر عبارة أحد الأخوان كان يقولها، يقول: الأخلاق ما تبيع لك ولا تشتري. يعني هذه إشكالية الحقيقة، أن يعني حتى في مجال مهنة المحاسبة مراجعة، أنا أذكر يعني في آرثر أندرسون مثلا كمثال، هذه الشريك اللي كنت أتكلم عنه قبل شوي، تتكلم عن موضوع البيئة الموجودة في آرثر أندرسون، كانوا يضعون عبارات شعارات تدل على أهمية الجانب الأخلاقي، حتى أن مالك المكتب كان يضع نوع معين من الأبواب الثقيلة جدا، ويقول بأنها تدل على اهتمامنا بسرية العميل، وتدل على اهتمامنا بقضية الأخلاق. لكن هذا هو الظاهر. الأهم بالنسبة، أنا أعتقد الأهم بالنسبة لمكتب المحاسبة، ما هو غير ظاهر. بمعنى أني أنا لما يعمل لديك الفريق في المراجعة، ويدخل معك في اجتماع في برينستورمينج، يثير مسألة معينة، ألا يكون دائما اللغة الموجودة هي لغة كسب العميل، لغة العائد من العميل، لغة ألا نخسر العميل. هذه ليس لا شرط أنها تظهر في الكلام، تظهر في الأفعال. فلما تظهر في الأفعال والسلوكيات، هذا ما يعرفه الإنسان. يعني أنا قابلت كثير حقيقة من المحاسبين القانونيين، وكانوا يذكرون هذا صراحة، بل أن في بحث ذكر بأن آرثر أندرسون كان مشكلة فيه أن المراجع لا يستطيع أن يقول للشريك لا، وكان المبرر أن الشريك يقول بأن هؤلاء المراجعين أقل مني خبرة، وبالتالي لا يفترض أن يكون لديهم قرار أخلاقي أفضل مني. فهنا هذه إشكالية، أن لابد أن تبنى الثقافة داخل المكتب على أساس أن فيه انفتاح لإثارة المسائل الأخلاقية، وأن المسائل الأخلاقية أمر مهم وحاسم. قد يكون هذا التنظير سهل، لكن لما يأتي المبلغ ويكون المبلغ يعني مهم جدا، لابد نعترف في النهاية أن المحاسبين ليسوا ملائكة. يعني في النهاية المحاسبين لديهم أسر، لديهم يعني أهدافهم الشخصية، لكن يعني في النهاية حتى قواعد وأداب سلوك المهنة قدمت في الإطار المفاهيم فكرة أن تضع إجراءات وقائية. لا يعني أن دائما أني سأخرج من المعاملة أو سأخرج من العملية وهذا هو قرار النهائي، لا، قد يكون في إجراءات مناسبة تحد من التأثير الموجود. فأنا أنصح حقيقة بالنسبة للمكاتب، أنت الآن صفحة بيضاء، الآن يمكن أن تضع التون المناسب لي، ممكن أستاذ خالد يفيد أكثر مني في هالجانب، تضع التون المناسب للمكتب عندك، يعني من ناحية احترام السلوك الأخلاقي. ممكن إحنا ممكن مبدأ دائما في بداية أي قواعد سلوك يقول ان الهدف الاساسي المحاسبين هي حمايه الصالح العام، فهذه الحاله يعني هدف سامي وصعب. السؤال الثاني برضو تكمل على الجانب اللي تكلم عن المادي، محاسب في شركه يقول: المحاسب داخل مؤسسه
يتعرض لتهديد ليحافظ على عمله ويضطر لتبني أحكامه ويرفضها، لكن مجبرا ما العمل في هذه الحالة. وبيقول بعدين هل أعطت قواعد السلوك وسيلة للمحاسب حتى يدافع عن نفسه ويعارض الإدارة أو يعارض صاحب المؤسسة؟ يعني هذا بالذات مثلا في القيود، في يعني revenue recognition، أشياء زي هذه، إنه يخاف يقول لك أنا هم يبغى يرفع الإيرادات، يبغى يرفع كذا، يبغى يزود الأصول، وهو يعرف المحاسب داخل المؤسسة إنه هذا غير أخلاقي. توجيهكم حيال هذا؟ هو الحقيقة أن الأمر صعب جدا الحقيقة، وهنا نجي يقول معضلة الأخلاقية، أن لما يكون مصلحتك at the stake، يعني مصلحتك هي الآن أمام المشكلة، أني أنا بأترك العمل إذا تركت العمل وأنا أروح، فهنا المعضلة الأخلاقية. أما في الحالة الطبيعية ما راح يكون في معضلة أخلاقية. فقواعد أداب سلوك المهنة يعني تؤكد على أنك تقدر حجم الضرر الموجود، يعني مثل ما تفضل السيد خالد لما تكلم عن حماية الصالح العام، ما هو حجم الضرر الموجود؟ يعني لأني أتبنى سلوكيات لا تتناسب مع سلوكي. أنا باعتقادي أن اليوم الحمد لله في البيئة المحلية أصبح في وعي أكبر نوعا ما من ناحية الحوكمة، ونأمل أن هالحوكمة يمكن أن تصلح جانب من 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 هذا الأمر، بينما يكون عندي والله ويسل بلور كسيستم أنه يساعدني في قضية يعني إظهار هذه المخاطر المتصلة بانتهاكات أخلاقية. أنا عندي نظام المحاسبين القانونيين، وعندي المعايير المتصلة فيها، وانتمائي للمهنة ممكن يكون هذا جانب داعم لي، لكن هو يعني أنا أعتقد أن المحاسب قدر الإمكان يجب أن على الأقل يعني يخفض الأضرار، وإن كان هذا ليس خيارا مناسبا، أن يرفضه من قلبه، لا يتبنى هذا السلوك يصبح سلوكه المعتاد، يعني هو مقر تميزه. لأن هذه إشكالية الحقيقة في دراسة حاولت أن تدرس كيف يتميز المحاسب، كيف يكون ناجحا في مكاتب المحاسبة المؤسسات المهنية وفي المؤسسات. للأسف المهارة المطلوبة ترى ما هي مهارة المحاسبة، مهارة السوشيال سكيلز، كيف ترضي العميل، كيف تتعامل مع الإدارات الأخرى، كيف يعني تجاب أو تقابل رغباتهم. فهذه هي كانت المهارة المطلوبة، فيعني هي بالانس. الله يكون في عون الجميع يا دكتور. احنا برضه بالمناسبة قواعد السلوك الدولية اللي حتكون إلزام التطبيق فيها تشمل محاسبين الشركات، تلزم المحاسب في الشركة إذا كان وجد نفسه في موقف أخلاقي إنه يتسبب في تضليل إنه يترك العمل. يعني في أحيان خلينا ننظر له منظور آخر، يعني يقول لك المصائل، يعني الترغيب والترهيب. من باب الترهيب في محاسبين وجدنا أسماءهم أعلنت وعقوبات نزلت عليهم بالاسم في شركات ما هم راجع حسابات، وإنما محاسب داخل شركة لأنه تسبب في تضليل معين، وحتى رأينا محاسبين منع من السفر، رأينا عقوبات نشرت من هيئة سوق المال على محاسبين. فهذا الجانب برضو أنه هناك آثار يعني في الدنيا وغير الحساب عند الله سبحانه وتعالى، أنه المعلومات المحاسبية المضللة هذه قد يتضرر بها ناس، يعني واحد يمول، واحد مستثمر وغيرها، فهذه يعني قد يكون في ذمة المحاسب اللي يشارك في المعلومة المضللة. وإذا أمنت لي بإضافة بسيطة أستاذ خالد، حتى قواعد وأداب سلوك المهنة أكدت على أن في المحاسبة في المؤسسة التأثير دائما لدى المحاسب اللي في مركز قيادي. فيمكن هنا نقدر نوصي إخواننا اللي في مراكز قيادية في المؤسسات أن يكونوا خير داعم للمحاسب الموجود لتبني السلوكيات الأخلاقية، لا يكونوا جزء من الضغط الموجود. صحيح. ألو، السلام عليكم. أتفضل. يا مرحبا أستاذ مراد. كل عام وأنتم بخير وشهر كريم على الجميع. كان في استفسار بسيط. استفسار بسيط، هل يستطيع المراجع أو المحاسب في الشركة أن يجاري صاحب الشركة في بعض أفكاره، ولكن يعني بشكل مهني؟ يعني زي ما تفضل الدكتور أنه هو قال في بعض المحاسبين يتصادموا مع أصحاب الشركات، فهل من باب الأخلاقيات أن المحاسب ممكن يجاري يعني مالك الشركة ولكن بشكل مهني، يعني يأخذ أفكار صاحب الشركة ويحولها بشكل قانوني أو بشكل مهني؟ هل هذا من أخلاقيات المهنة ولا يجب أن يعارض؟ طيب، مدى الصوت واضح ولا لا أستاذ خالد؟ أي نعم، تفضل. واضح الصوت دكتور. طبعا موضوع المجاراة، وش نوع المجاراة؟ هنا السؤال، إذا ما المقصود بالمجاراة؟ يعني إذا المجاراة فيها يعني الوصول إلى مرحلة تضليل في المعلومات، عدم الالتزام بمعايير المحاسبة، إظهار قوائم مالية بالشكل التي لا يجب أن تظهر لها تظهر به، هنا لا نتكلم عنه ما هو مجاراة غير أخلاقية.
لكن إذا كانت المجاراة لا يترتب عليها انتهاك لقواعد وأداب سلوك المهنة، بمعنى انتهاك لموضوعيتك، انتهاك يعني للسرية، لمبدأ السرية، انتهاك لمبدأ السلوك المهني بمعنى سمعة المهنة، سمعة المحاسب، السلوك المناسب من المحاسب، انتهاك للاستقامة والنزاهة والأمانة والمصداقية، هنا ما عندك مشكلة في قضايا السلوك. لكن إذا كان في انتهاكات مترتبة على هذه المجاراة بكل تأكيد بيكون سلوك غير مناسب. طيب، في نقطة كنت في بداية تتكلم عن الحكم المهني الأخلاقي، أنا عندي سؤال، يعني الفرق بين الحكم المهني الأخلاقي وفق قواعد السلوك والحكم المهني وفق معايير المحاسبة، إيش الفرق بينهم في الحكم المهني؟ أنا في اعتقادي الحكم المهني في المحاسبة عموما له بعد أخلاقي، يعني سواء كان البعد كبير أو بعد صغير بحسب الظروف الموجودة. لكن لما نجي نقول والله البروفيشنال جادجمنت بالنسبة لمثلا في معايير المحاسبة المطلوب، الأمر فني تماما، بمعنى أن يكون عندك حالة فيها عدم يقين، بمعنى ما هي فاكتشوال، يعني هي تقديرية، ستستخدم فيها معرفتك، قدراتك، اطلاعك على كافة المعلومات وتخرج بحكم. الحكم هذا ما في فاكت مبني عليه، وإنما تقدير شخصي. هنا ما في أي حديث عن موضوع الأخلاق في هذا الجانب، يعني كل الأمر أمر فني، يعني بمعنى ما هي القياس المناسب لهذه العملية، مثلا ما هو القياس المالي المناسب لهذه العملية من واقع ما تتطلبه معايير المحاسبة. فهنا بعمل البروفيشنال جادجمنت المطلوب مني، بمعنى سأعتمد على المعرفة المهنية والخبرة الموجودة لدي ومعرفتي بالظروف الموجودة، بمعنى الحقائق المتصلة بالعملية المحاسبية، حتى أعطي ما هو الحكم المناسب. هذا حكم فني. لكني أنا في ذات الأمر أعتقد أن في بعد أخلاقي، لأنك لو تبنيت يعني رؤية فنية قياسا غير سليم، وتعرف أنه غير سليم لكن لأنه يخدم أهداف شخصية أو أهداف أخرى، أهداف شخصية أو مصالح مالية أو ما إلى ذلك، أو الترهيب اللي قبل شوي قضية المجاراة، فهنا قد يكون حكمك كربت، يعني حكم فني مهني ومتصل بعملية محاسبية مبنية على معايير المحاسبة، لكن في نفس الوقت الخيار اللي أنت اخترته من ضمن البدائل ليس مبنيا على المسبب الفني، وإنما على مسبب آخر أدى إلى اختياره، يعني بيكون في نوع من التحيز في هالجانب. طيب، في نقطة يعني صالح يفتح المايك عنده، الصورة اللي عرضتها اللي أنا أعرف الصواب من الخطأ وهذا ما يؤخرني، وذا كما ذكرت أنه الجانب الأخلاقي قد يتسبب في ضياع بعض الفرص، فرسالة توجهها للمحاسبين فيما يتعلق بهذا النقطة أنه أثر الأخلاق في قد ضياع بعض الفرص. طيب، بالنسبة لل suspension of judgment، أنا أعتقد أنه ممارسة نزعة الشك المهني خصوصا بالنسبة للمحاسب القانوني تتطلب أن يكون عنده تريث في استلام القرار، فقد يكون أحيانا دافع الخبرة، المعرفة، أيضا التايم برشر يتطلب أنك تكون سريع، لأنك أنت أيضا في مقام تقييم، يعني أنت داخل المكتب ستقيم هل أنت تقوم بالعمل في وقت محدد أو لا. هي القضية أنا أعتقد فيها نوع من التوازن، يعني أيضا لا نقول والله أن يكون suspension of judgment أنك تبدأ تبحث عن المعلومة بشكل مكثف حتى أنك تتجاوز نقدر نقول reasonability، يعني تصبح شخص يعني أكثر تعمل أكثر من اللازم. ففي النهاية في حدود معينة، في محددات معينة، لكن أنت تعرف، لذلك نرجع لقضية المعتقد، أنت تعرف في قرارة نفسك ما هو الحجم المناسب وفق العمل، وفق الاجتماعات الموجودة في الفريق، الاجتماعات الموجودة في الإدارة، المخاطر الموجودة، تعرف إلى أي حد أو إلى أي مدى يمكن أن تنتظر في اتخاذ القرار. لكن أنك يكون عندك يعني نزعة إلى أنك تقفز إلى القرار بشكل مباشر، يجب أن تتعلم أن تتريث قبل أن تصدر قرار، وتعمل تقييما للبدائل الموجودة أمامك والشروحات اللي ممكن تكون موجودة ولا تعطى لك حتى تصل إلى القرار المناسب. خصوصا هذا يتعارض، يعني في كنتينيوم قدم أحد الباحثين، وأعتقد أنه كان بالمشاركة مع أحد المكاتب، لعملية متى تكون يعني لما تقول بتمارس صفة نزعة الشك المهني من ضمنها أنك تتأخر من أجل القرار الأخلاقي، في كنتينيوم وربطوه بالمخاطر، يعني ما هي العملية اللي أمامك، يعني وش أثرها، وش الخطر المتصل فيها، سواء الخطر من ناحية المعلومات المالية والقوائم المالية، أو من ناحية أيضا أنت ممارستك للسلوك المناسب. فكل الجوانب هذه المخاطر المتصلة فيها تزنها وتقيسها، وبالتالي يمكن أن تستخدم هذا الكنتينيوم في معرفة متى أتأخر بشكل كبير ومتى ما أتأخر بشكل كبير. السلام عليكم، ما أدري صوتي واضح. وعليكم السلام.
واضح صالح، تفضل حياكم الله. مساكم الله بالخير والشهر مبارك علينا وعليكم. الله أشكر يمسك سعادة الله. أشكر سعادة الدكتور ياسر وأشكر سعادة الأخ الزميل الأستاذ خالد وزملائنا الحاضرين. الحقيقة مداخلتي متواضعة بسيطة جدا. إحنا كيف نقدر ننشر الوعي في لدى المؤسسات والشركات، لدى الأجهزة الداخلية عندهم من إدارات مالية وإدارات حسابات؟ الحقيقة معظم المشاكل والضغوطات اللي على مراجع الحسابات تأتي بدرجة أولى من هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة ما هو واعيين إيش مسؤوليتهم الأخلاقية أمام التضليل وما التضليل. فهنا أنا في رأيي يعني يكون هناك يعني نشرات خاصة موجهة لهم، يكون هناك لقاءات يعني بعيدين عن يعني اللقاء يكون خاص للمدراء الماليين ورؤساء الحسابات والمحاسبين الماليين في هذه الشركات والمؤسسات، علشان يعرفوا انه اللقاء والموضوع والمحاضرة موجهة لهم. كيف ننشر هذا الوعي؟ ما يكفي ان عندنا بس معايير، لانه انا في عدة جهات لما اجي اقول ترى في معايير وفي سلوك اداب بينا يقول لك والله احنا ما نعرف عن شيء. فما ودي اطيل هذا الموضوع، انا ودي كيف نقدر يعني نوجه المحاسبين والمدراء الماليين في المؤسسات والشركات. وكثر الله خيركم وشاكر. شاكرين تواجدك أستاذ صالح وتعليقك في محل ذكر. تفضل يا دكتور. الله يعطيك العافية أستاذ صالح، شاكرين مقدرين المداخلة. الحقيقة يعني هو موضوع الأخلاق مشكلته أنه يقف أمام يعني مثال ذلك دائما المشكلة مثل ما تفضلت أن داخل المؤسسات يغيب البعد الأخلاقي لسبب أن الميزان بالنسبة يعني ما هو مقياس أدائي أنا كمحاسب، يعني أنا داخل المؤسسة ما هو مقياس الأداء؟ مقياس الأداء أنني أقابل توقعات المدراء الموجودين داخل المؤسسة، وعادة المدراء لما نجي للليفل التنفيذي عادة يعني هو مقياس أداء بأن تكون الأرقام جيدة، أرقام تعبر عن مستوى أداء مناسب. ففي طبيعة الحال يقف سلوك المحاسب الأخلاقي أمامهم. ف يعني غياب المعلومة، يعني لما نقول والله المحاسب الموجود داخل المؤسسات القطاع الأعمال لديه وعي أخلاقي بيقف أمامهم، وبالتالي إذا بيقف أمامهم ما راح يكون موجود داخل المؤسسة، سيستبدل بغيره. أنا أقصد أحيانا قد يكون في بعد في الموضوع ليس فقط مرتبط بوعي المحاسب نفسه داخل مؤسسات القطاع الأعمال، وإنما بالبيئة الرقابية الموجودة داخل المؤسسات، يعني بالحوكمة الموجودة داخل المؤسسات هذه. لكن أنا في ظني يعني في دراسات أيضا تكلمت عنها موضوع اللي هو موضوع يعني ذكرنا أحد الأطر تكلم في البداية على قضية الوعي بوجود مشكلة أخلاقية، الوعي بأن هناك بعد أخلاقي لابد أن يراعيه. الإدراك هذا يتطلب أن يكون المحاسب اللي بيدخل يعمل في المحاسبة وصل إلى مرحلة وعي بالمسائل الأخلاقية، وأنا أعتقد هذا التزام على الجامعات عندنا اللي تخرج الطلاب كمحاسبين ويدخلون في المستقبل في قطاع الأعمال أن يكون فيه اهتمام بمسائل الأخلاق الأخلاقيات المهنة، وأن يكون الاهتمام ليس فقط بتعليم القواعد بقدر ما هو إطلاعهم على المعضلات الأخلاقية اللي ممكن تكون موجودة في المهنة وكيف يتعاملون معها. أنا أعتقد هذا جانب من الموضوع. الجانب الآخر أعتقد الجهات الرقابية ممكن تكون لها لاعب يعني دور في هذا الموضوع، في أن كيف ممكن تحفز المؤسسات على أن يكون عندها مقاييس أداء بخلاف مقاييس الأداء المتصلة بالربحية. ولعلي أضيف عقب على هذا، أضيف أنه الهيئة عندها حملة شغالين على التوعية بقواعد السلوك وأداء المهنة المعتمدة حديثا، سواء بتوعية الشركات في حملة، لكن إن شاء الله تظهر واحد يعني أجزاء هذه الحملة وهذا اللقاء. ففي توجه يعني حتى ممكن الدكتور مطلع عليه، خطة كاملة لتوعية المجتمع سواء محاسبين قانونيين أو محاسبين في قطاع الأعمال كما ذكر الأستاذ صالح، لأن الأساس يعني سواء صحة المعلومة المحاسبية أو سواء الجانب الأخلاقي ينطلق من الجهات اللي معدين للقوائم المالية قبل المراجعة نفسه. طيب لعلنا احنا الآن وصلنا في ختام هذا اللقاء، ونشكر دكتور ياسر نفيسة على هذا الطرح الجميل،
والمحتوى الثري. ونشكر جميع السادة الحضور، ما شاء الله عدد طيب من الحضور وكلهم قامات مثل الأستاذ صالح وغيرهم من المحاسبين القانونيين الحضور، يعني أسماء كبيرة. نشكركم على هذا الحضور وتشريفكم هذا الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذا اللقاء في موازين الحسنات، وأن يتقبل منا ومنكم شهر رمضان المبارك، ويجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين بإذن الله، ويعطيكم العافية.